Autocorrelation and power for random signals. تعريف autocorrelation. Definition of autocorrelation. Autocorrelation refers to the correlation of a signal with a delayed version of itself. يعني هي correlation يوجد العلاقة للإشارة مع جزء مع version متأخر منها. Delayed version of itself. Autocorrelation of a real valued power signal is defined as, بالنسبة للإشارات الحقيقية, the autocorrelation R of X, أو أحيانا نسمى RXX, لأنه في عندي cross correlation اللي هو RXY, قسم من الكتب السوري, of tau. Tau هو اللاج اللي راح يمشي عليه correlation. لإشارة اللي هي X of T, راح تلاحظون أنه هو X of T مضروب في delayed version of it. X of T plus tau or X of T minus tau, نفس الشيء ما تفرق, المهم أكو delay. الانتجريشن ضمن البيريود, طبعا هذه periodic signal, X of T is a periodic power signal, ولهذا قلنا هي power signal. Power signal معناها periodic signal. البيريود مالها T naught, ف from minus T naught by 2 to T naught divided by 2, هذا حدود التكامل ومقسوم على البيريود اللي هو 1 على T naught. الأوتوكوريليشن يقيس الكوريليشن بين السيجنال مع نفسها, لكن في شيء آخر اسمه كروس كوريليشن اللي هو يقيس مدى الكوريليشن, يعني مدى تعلق الإشارات مع بعضها البعض, يسموه كروس كوريليشن. فمثلا الكروس كوريليشن بين XY يسموه RXY مثلا. الأوتوكوريليشن الآن بالنسبة لنا هو مهم, الكروس كوريليشن في هذه المادة هو يعني ليس موضوع. Autocorrelation والإشارات العشوائية and random process. For a random process X of T, لو كان عندي إشارة عشوائية أو متغير عشوائي أو process عشوائي X of T, فالautocorrelation راح يعرف كالتالي, إنه هو Rx of T1 and T2 متغيرين للزمن, expected value of X of T1 times X of T2, expected value of XT1 يعني في الزمن في اللحظة T1, والمتغير العشوائي أيضا expected value للحظة T2. X of T1 and X of T2 are random variables, هي متغيرات عشوائية obtained by observing the process X of T at times T1 and T2 respectively, على التوالي. طبعا للسهولة ما راح نستخدم T1 و T2, راح نستخدم tau. tau هو اللاج operator أو time shift operator يسموه, اللي هو عبارة عن T2, الفرق T2 minus T1. ما كما نستخدم T1 و T2, راح نستخدم فقط التاو اللي هو difference واللي هو time shift operator, وأيضا يسموه lag. You can imagine that T2 is T1 plus the lag. طبعا في الحالة هذه مثال على ذلك, example 1. Assume that X of T equals X is a uniformly distributed random variable in a range minus 1 to 1. يعني X of T هو متغير عشوائي وهو uniformly distributed, موزع بشكل uniformly distributed. والPDF طبعا مالته راح يكون بهذا الشكل مثل ما راح نشوف. It's PDF shown in figure, هذا هو PDF مالته, بين الناقص واحد والواحد لأنه uniform راح يكون متساوي, يعني الاحتمالية متساوية. طبعا الاحتمالية لازم تكون نصف, لأنه حتى يكون مساحة هذه واحد, مساحة هذا المربع واحد, لأنه معروف الانتجريشن ل PDF لازم يكون واحد, فأكيد هذه راح تكون نصف بالتأكيد. فهذا هو PDF لهذا المتغير العشوائي FX of X والPDF, وهذه هي قيمة X. يعني هنا لما تكون, ما هي احتمالية أن تكون صفر, نصف العفو مثلا, فاحتماليتها هي نصف. الواحد ما هي الاحتمالية مالتها, أيضا هي نصف, وهكذا. المطلوب إيجاد الـ autocorrelation Rx of tau. الآن هنا نتحدث عن الـ time shift lag operator أو shift operator. حتى نحل هذا الموضوع لازم نأخذ التعريف. Rx of tau هو expected value X of T1 X of T2, ولأنه هذا هو uniformly distributed process, فهو يعطي قيمة A اللي هي هنا نصف at any time with equal probability, باحتماليات متساوية.
وعليه فإن احتمالية الـ x في اللحظة t1 واحتمالية الـ x في اللحظة t2 أكيد راح تكون هي a، يعني بالحالتين، يعني هذه a وهذه a. الـ expected value of a square راح يكون الـ rx of t والـ expected value of a square. The expected value of any continuous random variable is the mean, which is integration from minus infinity to plus infinity x of fx fx of x في البي دي اف يعني. وبما انه انا عندي هذا البي دي اف فقط يتمحور بين ناقص واحد والواحد، ما شفنا هنا اذا التكامل راح تكون بين ناقص واحد والواحد. الاكس الاكس قيمه الاكس هي الاي سكوير، والاف اكس اوف اكس هي نصف. ليش؟ لانه قلنا هذه الاف اكس اوف اكس قيمتها بين ناقص واحد وواحد هي نصف، هنا في اقل من ناقص واحد صفر، واكبر من واحد هي ايضا صفر، لكن بين الناقص واحد والواحد هي قيمتها الثابته وهي نصف. فنعوض اف اكس اوف اكس بالنصف هذا اللي موجود، والاي هو الاكس اللي راح نخليه هنا موجوده، فحتى نوجد المين في هذه اللحظه راح يطلع عندي نصف اي كيوبيك باي 3. هذا التكامل الحدود بين ماينس 1 اند 1، وبالتالي نعوض عن القيمة هذه، نعوض بالاي بماينس 1 اند 1، فراح يطلع عندي النتيجة النهائية هو الثلث. بمعنى الاوتو كورليشن لهذا الراندوم فاريبل اللي هو يونيفورملي ديستريبيوتد راح تساوي 1 على 3 في النهاية. Rx of tau is 1 by 3. Stationary random process. Stationary معناها ثابت غير متغير. طبعا هي لأن عمليات كلها random، ف random process outcomes مخرجات العمليات العشوائية دائما هي متغيرة مع الزمن. Random process outcomes are always changing with time. مثلا example random variable x of t at t1 يطلع 3، في حين x of t at t2 راح يطلع لي 5. وهو طبعا هذا طبيعة العمليات العشوائية الراندوم بروسس، هذا شيء طبيعي، فما ممكن نخلي ستيشنري. إذا شنو قصة الستيشنري؟ هنا الستيشنري له علاقة بالبارامترز of the random variable. Some parameters may be fixed over different experiments، يعني different time. بعض المتغيرات، بعض عفوا المقاييس العمليات العشوائية والمتغيرات العشوائية قد تكون ثابتة بغض النظر عن الزمن اللي أنت تقيس فيها. مثلا المين الأفرج واللي هو الفيرست statistical moment، المين ممكن يكون ثابت. For example the same rv above random variable of mean at any time could be fixed. يعني random variable اللي اخذناه في المثال في البداية هو x of t1 يطلع 3، x of at t2 يطلع لي 5، at t3 يطلع لي 10 وهكذا، لكن ربما المين مالته for example كمثال يكون ثابت في أي لحظة. at t1 المين مالته يساوي 3.5، at t2 المين مالته يساوي 3.5، المين اللي هو الافرج واللي هو الفيرست statistical مومنت، first moment. لذلك البارامترات هي المهمة. So parameters IE معناها in other words بمعنى آخر stochastic moments أو statistical moments matter، مهمة. These are the matter، يعني هي هذا الشيء المهم هو البارامترز وليس الاوتكم. مثل ما شفنا بالبداية في النقطة الأولى outcome، الاوتكم متغير اوكي صحيح، لكن الشيء المهم هو البارامترز اللي هي الستاتستيكال مومنتس. احنا قلنا ان ستيشنري معناها ثابت، ثابت معناها لا يتغير مع الزمن، هذا معناها. فاحنا نريد بعض البارامترات ما تتغير مع الزمن. هل نقدر نخلي كل البارامترات ما تتغير مع الزمن؟ اذا كانت كل الستاتستيكال مومنتس، كل اللحظات الاحصائيه if all statistical moments are fixed ثابته مع الزمن يعني، فهذا راح يكون ما يعرف ب strictly sense stationary، يعني ثابتة بمقياس جدا صارم. strict يعني صارم، strictly sense stationary. فإذا كانت كل اللحظات الإحصائية ثابتة all statistical moments the first moment the second moment the second central moment the third moment إلى ما لا نهاية، فراح يكون strictly sense stationary، يعني ثابتة وفقا لمقياس صارم جدا. طبعا هذه صعب أو مستحيل نقيسها من الناحية العملية على العمليات العشوائية اللي موجودة في الحياة، لأنه هناك عدد كبير يعني ما لا نهاية خلينا نقول من اللحظات الإحصائية.
فهذا الشيء لا يمكن أنه يعني نقيسه. فالأفضل أنه نعتمد أن نقيس الشيء المهم اللي عندنا هو المين الفيرست مومنت، وعندنا الشيء الثاني اللي هو سميناه الأوتو كورليشن. الأوتو كورليشن اللي هو مدى كورليشن بين الإشارة ونفسها إذا كان ثابت مع الزمن بالنسبة للراندوم بروسيس، والمين كان ثابت مع الزمن، فنقدر نقول أنه هذه كافية بالنسبة لنا عمليا. وهذه ما راح يسموها بالوايد سينس ستيشنري بروسيس، اللي هو البروسيس العشوائي اللي نسميه من ناحية يعني ثابت لكن بمنطق يعني نوعا ما واسع، وايد سينس ستيشنري بروسيس WSS، واللي هو جدا تعريف جدا مهم. النويز ومصادر المعلومات راح تعرف على انها وايد سينس ستيشنري بروسيس، وايضا يعني تعرف او تفرض انها هكذا حتى نحل المسائل بشكل صحيح. طبعا هذا راح يسهل كثير من العمليات الحسابيه والرياضيه. فالوايد سينس ستيشنري بروسيس WSS is a process that only the mean، فقط المين والاوتو كورليشن هو اللي ثابت ما يتغير مع الزمن، do not change with time. هذا راح يسهل علينا كثير من الحسابات والاشتقاقات وتصميم الفلاتر وغيرها بالنسبه للديجيتال كوميونيكيشن. الوايد سينس ستيشنري بروسيس ديفينيشن از فيري امبورتنت ان كوميونيكيشن. الان راح مثلا نشوف البروبرتيز اوف اوتو كورليشن فور وايد سينس ستيشنري. بروبرتيز اوف اوتو كورليشن فانكشن of a wide sense stationary process are first, autocorrelation is symmetry about the axis tau. يعني rx of tau equals rx of minus tau. السيمتري متناظر حول المحور. متناظر حول المحور. طبعا متناظر راح نشوف حول الصفر حقيقة. لأنه الخاصية الثانية أنه rx of tau دائما اقل او تساوي rx of 0. لما تاو تساوي صفر معناها هو راح يكون هو اعلى قيمه، وبالتالي السيمتري مالته هو حول الصفر، دائما حول الصفر. الخاصيه الثالثه انه rx of tau اذا ناخذ ال rx of tau اللي هو الاوتو كورليشن، اذا ناخذ له فورير ترانسفورم راح يطلع عندي الباور سبكترال دنسيتي PSD. هذا معناه PSD. فإذا الفوريير ترانسفورم للأوتو كورليشن هو الباور سبكترال دنسيتي، والإنفرس فوريير ترانسفورم أوف باور سبكترال دنسيتي هو الأوتو كورليشن للواي. طبعا هذا إذا كانت وايد سينس ستيشنري بروسيس، فهذا كثير راح يكون مفيد في تصميم الفلاتر مثل ما راح نشوف بعدين. الار اكس اوف 0 هو الافريج باور حقيقة، إذا كان طبعا لأنه إذا فرضنا أنه 0 مين بروسيس، فال rx of 0 يعني لما تاو تساوي صفر هو الحقيقة الـ average power اللي هو الـ expected value of x square of t. طبعا هي المفروض x square x minus mu square الـ average power اللي هو السيجما، لكن إذا كان المين صفر فراح تكون أيضا هي second moment نفسها. بالتالي المهم الـ average power بالنسبة للـ wide sense stationary process هو دائما الـ autocorrelation، ونعوض تاو صفر بس. طبعا هذا كثير راح يكون بالنسبة لنا. هذا مثال مرسوم للأوتو كورليشن Rx للراندوم فاريابل X. هو يوضح البروبرتيز لازم يكون ضمن هذه الخصائص. طبعا مو شرط يكون بهذا الكيرف يعني بالضبط، لكن ممكن يكون بأي شكل آخر، لكن تحقق فيه الصفات التالية. أولا أنه أعظم قيمة هي عند الصفر، وأنه متناظر حول التاو equals to zero symmetry. هذه بس الخصائص المهمة. الـ Power Spectral Density and Autocorrelation of Wide Sense Stationary Process PSD Power Spectral Density is very important measure of a signal. قياس مهم جدا للإشارات في الاتصالات، ويقاس بالواط لكل هرتز. إذا كان عندي Wide Sense Stationary Process Random Process X، فالـ PSD GX of F راح نسميها هي الـ Fourier Transform، مثل ما شفنا من خصائص الاوتو كورليشن هي الفورير ترانسفورم للاوتو كورليشن. فراح يكون عندي حسب التعريف جي اكس اوف اف فورير ترانسفورم اوف ار اكس اوف تاو، يعني معناها جي اوف اكس جي اكس اوف اف ايكوالز تو انتجريشن فروم ماينس انفينيتي تو بلس انفينيتي ار اكس اوف تاو اي تو جي اي تو ماينس جي تو باي اف تاو دي تاو. هذا هو تعريف الفورير ترانسفورم ببساطه.
فمثال على ذلك، المثال الأول اللي أخذناه اللي طلعنا فيه الأوتو كوريليشن للراندوم بروسيس طلع عندي ثلث 1/3. إذا ما هي ما هو الباور سبكترال دنسيتي لهذا الراندوم فاريبل؟ احنا معروف انه مجرد ناخذ فورير للاوتو كوريليشن يطلع عندي الباور سبكترال دنسيتي. فالفورير اوف ا كونستانت از ا دلتا، دائما الفورير للكونستانت الثابت هو دلتا. نعوض عنه او نعوض عنه بهاي المعادله حتى ما نعرف الخاصيه الفورير، لكن اذا نعرف يعني جداول او خواص فورير ترانسفورم، فاذا كان عندي كونستانت راح يطلع عندي دلتا دائما، دلتا اللي هو الامبلس، دلتا ديراك فانكشن يعني، لانه هذا كونستانت. مثل ما نقول احنا فورير الدي سي يطلع عندي تردد واحد عند الصفر دلتا ات زيرو، هذا بالضبط هو الدلتا ات فريكونسي زيرو. وطبعا القيمه مالته هو ثلث، ينضرب الدلتا في قيمه الثلث. فالباور سبكترال دنسيتي هو 1 باي 3 اوف دلتا اوف اف وات لكل هرتز. افريج باور for a random white sense stationary signal x, the average power px, which is measured in watt, is the expected value of x minus mean all square, which is the sigma square, the variance, هو the average power. طبعا إذا كان المين صفر فهو second order. على كل حال the average power يقاس بالوات. فإذا سوينا integration للPSD power spectral density مع the frequency سوينا تكامل، لأنه الـ PSD هذه GX of F تقاس بالواط لكل هرتز، فإذا سوينا لها انتجريشن راح يطلع عندي بالواط، يعني Total Power أو Average Power. احنا نعرف أيضا أنه الـ Inverse Fourier Transform of GX of F اللي هو الـ PSD، الـ Inverse Fourier Transform of PSD راح يعطينا الـ Autocorrelation RX of Tau، أيضا هاي نعرفها. RX of tau هو الـ Inverse Fourier Transform اللي هو integration from minus infinity to plus infinity GX of F e to J 2 pi F tau DF، تكامل مع الـ frequency. إذا عوضنا tau صفر بالـ lag zero، time lag zero اللي هو tau zero، فراح يطلع عندي RX of zero اللي هو الـ autocorrelation في اللحظة tau صفر. هو راح يصير هذا التكامل في المعادلة 2، راح نعوض هنا صفر بالتاو، فراح يصير عندي هذا كله واحد، فيصير عندي مجرد integration from minus infinity plus infinity gx of f df. إذا تلاحظون هذه المعادلة ثلاثة والمعادلة واحد متشابهات، إذا راح نستنتج أنه الـ average power px يساوي أن الـ autocorrelation at tau zero في اللحظة صفر at time lag حقيقة وليس اللحظة time lag zero اللي هو tau operator zero. فالباور اذا يساوي لنا ار اكس اوف 0، يعني الباور الافريج باور ان وات يساوي لنا الاوتو كورليشن وين تاو ايكوالز تو 0. هذه كلها مهمه جدا في اشتقاق تصميم الفلاتر مثل ما راح نشوف لاحقا.